واحدة من اتنين في مصر. النهاردة معانا النيو بيتل. ليه بقول نيو بيتل؟ لانه في 97 ل 11 عملوا النيو بيتل اللي هي كانت مفروض احياء للبيتل العربية اللي جت على القناة كتير جدا وشفنا منها موديلات غريبة ومصروف عليها ملايين كمان. اللي فيكم بيحب البيتل القديمة اكيد عارف، ولكن دي التجديد بتاعها اللي هو من 2011 ل 19. ومين مصمم؟ طبعا مشهور جدا والتر دي سيلفا، واحد تاني مش فاكر اسمه. بس دي نادرة جدا كمان لان دي الكونفرتبل زي ما انتوا شايفين، والوانها كمان الاحمر والبيج دي كلها الوان كاستم. واول حاجة اوريها لكم ايه؟ طبعا نوري لكم السقف على طول كده، وبعدين اوريكم العربية من جوه لانها تحفة ونادرة جدا. ندور اوكي وننزل السقف. خدوا بالكم السقف هينزل ازاي. للي عندهم بيتل هيبقوا عارفين انه برضو نازل زي البيتل القديمة كده. مفروض السقف بقى في مكانه. اوكي ايوه بصوا الحتة دي بالظبط زي البيتل الكونفرتبل القديمة، بس طبعا في شكل احدث بكتير والوان تهبل ما شاء الله. تعال نشوف ايه حكاية العربية الفريدة والنادرة جدا من نوعها دي. يلا بينا. اما بالنسبه لثمن العربيه، العربيه دي 2016 وثمنها بيتراوح الحقيقه من 2 ل 3 مليون على الاقل. مواصفه البيتل الكونفرتبل الجميله دي الحقيقه انا واقع في غرامها باللون الاحمر بتاعها ده والبيج جميله. اوكي حبوا يكبروا البيتل شويه ويخلوه عدوانيه اكتر مقارنه بالنيو بيتل، فهي كبرت وطولت عن النيو بيتل وكمان وطيت اكتر للارض. والعربية مشتركة مع قاعدة البناء بتاعت ايه؟ الجولف والجيتا بتعجلها، وبيطلعوا من نفس خط الانتاج جنب بعض في المكسيك المفروض. طول العربية 4 متر و27، قاعدة العجلات 2 متر 53، التعليق الامامي بتاعها ماكفيرسون والخلفي منفصل مالتي لينك. الموتور هنا ال 1400 التربو اللي بيوصل 150 حصان و250 نيوتن متر بيدفعوا العجل الامامي، ولكن العربية هنا واصلة عناء الحركة 6 سرعات اوتوماتيك. الوزن بنتكلم في طن 400 طن 300. وبصوا كمان على العربية وهي بالسقف طالع او السقف في مكانه يعني بالاصح مش نازل. شكلها برضو حلو جدا، في كل الحالات شكلها جميل جدا. انتوا عارفين ان البيتل في عالم العربيات، البيتل الاصلية واحدة من اهم العربيات اللي يعني في عالم العربيات بجد، وعملت عليها حلقات كتير جدا وحلقة كمان عن تاريخها لوحده كده على جنب، اللي مصممها فرديناند بورشا. وناس كتيرة قوي بتقولك ان البورشا ما هي الا بيتل بشكل او باخر، بالذات ان البيتل الاصلية كان موتورها ورق بالظبط زي البورشا. ولكن انا بقى بقول لكم ليه المقدمة الطويلة دي. لو بصيتوا على العربية دي من تحت هنا من الاكسدام من هنا بالذات، واخدين بالكم التضليع اللي قدام هنا دي، شايفينها الحته دي كلها شبيهه بورشا شويه، وان ما فيهاش شبكه غير من هنا شبيهه بورشا قوي. طيب الانوار، الانوار طبعا هم بيحافظوا على الروح بتاعه البيتل بشكل مجهود كبير جدا، ولكن بصوا الانوار بيضاويه اوفال جميله، والانوار عاديه هنا هالوجين اوكي، لكن برضو فيها كده حركات شبيهه قوي بورشا مش كده. وعندي علامه في دبليو هنا و شكلها جميل بالاحمر، وبرضو عندي الكسره اللي من تحت من هنا. اوريكم الموتور اياه احنا كلنا حافظينه. ثواني بقى. اوكي. بابها تقيل جدا كمان العربيه. تحس انها معموله بذمه العربيه دي. اوكي ادي الدراع ايوه كده من غير مساعدين، اخص عليكم اخص. اهو. نحطه هنا ايوه كده، وده موتور العربيه اللي كلنا حافظينه 1400 150 حصان. ولو بصينا تحت مقفول بقى، مقفول مش هتشوف نور في العربيه خالص في اي حته في العربيه، كله مقفول كويس جدا. الموتور هنا ال 1400 150 250، في ناس بتقول ان هو اكتر من 150 حصان، في ناس بيقولوا قرب 158، ما هواش بالظبط زي اللي بينزل. وهنشوف طبعا احنا لوحدنا التجربه هتبقى عامله ايه. واللي انا مستغربه ان هو مش ديول كلتش ولكن 6 اوتوماتيك عادي من الجنب، فبرضه محافظه على الخطوط الاصليه بتاعت البيتل اللي هي التنفيخات اللي هنا. التنفيخه دي كلها زي ما انتم شايفين هي تيبيكال بيتل وتيبيكال بورشا برضه مش كده. البورشا كلها تنفيخات حوالين الكاوتش والجنط. تعالوا بصوا بقى على احلى حاجه في العربيه، هنقف عندها عامل زي المرايه. الجنط
يهبل. مقاس الكاوتش 235/40/18 عجبني بشكل لانه ريترو ومعمول حلو بس زي المراية اوكي. والعربية دي وطيت للارض اكتر، ولو واخدين بالكم برضو هنا العتب في كروم في الحتة دي، فيها اهتمام بالتفاصيل والكروم اللي جايلي من فوق والخطوط اللي في الكتف خط بسيط جدا جدا جايلي بتحافظ على روح البيتل مع التنفيخة الورانية اوكي. وبرضو شايف شوية بورشة شوية اكيد فيها شوية من الحتت دي التنفيخة كلها اوكي، مع السبويلر بنشوفه في بورشات برضو اللي هو السبويلر البارز جدا لورا. بصوا على منظر العربية وهي من الجنب بالسقف في مكانه من الثلاث ارباع الخلفي اوكي. بصوا على الانارة مش LED عادية برضو، والاشارة عادية ولكن معمول فيها مجهود كبير جدا الشغل اللي من جوه هنا اوكي. برضو مازال عاجبني قوي السبويلر، وعندي كلمة تيربو من هنا اوكي. ولو نزلنا تحت فتحتين شكمان شكلهم نظيف جدا، والحتة دي بالفبر العربية شكلها رياضي جدا. اوريكم الشنطة، نشوف الشنطة هتفتح اصلا ولا لا. اوكي تعالوا اتفرجوا على الشنطة، لان السقف كله جاي من فوق فما بتأثرش على المساحة. الشنطة دي 309 لتر، وبصوا هنا عندي ساب ووفر كبير جدا، النظام الصوت في العربية حلو قوي، وعندي كمان امكانية تنزيل الكراسي الصغيرين جدا لو عايز تكبر مساحة التخزين من هنا كمان ومن هنا. فالشنطة طبعا الدخلة بتاعتها هنا دي تهريج، لان دي كمان الكونفرتبل طبعا لو التانية هتلاقي فيها مساحة يعني اسهل بكتير، وطبعا محطوطين على مساعدين الاتنين. العربية تقفلها الماني وحلو جدا، احنا عارفين انها مش الماني ولا حاجة، عارفين ان دي امريكاني ونورث امريكان. ليه؟ تعالوا دايما اقول لكم الحتة دي بسرعة، لانه فيها العاكس ده، فتعرف ان العربية دي يا اما اتعملت لامريكا يا اما معمولة لسوق بتاع شمال امريكا. تعالوا نتفرج على هذه التحفة من جوه، اتفرجوا على لذة العربية من جوه، والفرش البيج اوكي مع الحتة دي بالاحمر كلها عاملة زي بالظبط الفيات 500X، عارفين الستايل ده وال 500، وبرضه هنا حطيت لي حوالين عجلة القيادة بالاحمر اوكي. دي عجلة قيادة بتاعت يعني جولف او جتة من الجيل مبططة من تحت، ومن هنا واخدين بالكم الكروم اللي عندي في الحتة دي، والعدادات التقليدية بس مش تقليدية قوي، هم تلات عدادات برضو، هم هنا زي ما تقولوا بسبوك معمولين للعربية دي. وبعدين عندي الشاشة، الشاشة عادية خالص اوكي، وفيها كاميرا رجوع، والكاميرا هي اللي بتيجي محل علامة VW. ومن هنا عندي التكييف عادي جدا برضو وفي تدفئة اوكي. ومن هنا عندي زراير فاضية، واخدين بالكم دول كلهم فاضيين، وده الوحيد بتاع فتحة السقف. من تحت خالص عندي USB مخرج اوديو، والستارت ستوب وناقل الحركة اللي مش DSG، وطبعا ولاعة كاب هولدرز. ومن هنا عندي مسند، وده كمان بيفتح يكشف لك مساحة تخزين. من هنا بقى واخدين بالكم بالحتة دي، الحتة دي فيها التحكم في فتحة السقف، دي حتة المختلفة اللي في العربية، ودي تعتيم الكتروني. بصوا على الكراسي وجمال الفرش كله على بعضه البيج اوكي، يهبل عجبني جدا. طبعا ممكن اعمل كده يكشف لي المكان الخلفي، المكان الخلفي ده صغير جدا يعني ما حدش هيقدر يقعد فيه، بالظبط زي ايه بالظبط زي البورشة 911 مش ممكن تشابهات كتيرة جدا. يوريك قد كده الدي ان ايه الاصلي بتوع العربيتين دول طالع من حتة واحدة. لكن بصوا برضو على جمال الفرش ونظافة الحتة دي وهي نازلة كلها محكمة جدا. العربية يعني از ورك اوف ارت زي ما بيقولوا. بس بصوا تاني على المنظر عجبني قوي الاحمر اوكي، ونظام الصوت. بصوا بقى على حاجه لذيذه جدا هوريها لكم في الباب، هوريها لكم في الباب ده كده. بصوا دي حته برضو معموله على ايه بيتل الاصليه، واخدين بالكم الحته دي مفيش مكان تخزين هنا حقيقي، لكن حاطط لك هنا حاجه عشان ايه بس ما تقعش. زائد برضو الكروم اللي في الباب الجلد، وهنا المعدن الاحمر الجميل مع المرايه. بصوا المرايه اللي فيها برضو بلايند سبوت اسيست، واخدين بالكم نقط عاميه، والمرايه نفسها شكلها عصري جميل، والساوند سيستم هنا فندر نظام صوت هايل. العربيه شكلها جميل ما شاء الله، تعالوا نجربها ونشوف الاداء عامل ايه. قبل ما نجرب السواقه عايز اوريكم برضو الزرار ده بتاع الازاز اللي بيفتح الازاز كله. العربيه فيها 4 ازاز، واخدين بالكم هنا في علامه كذا ازاز 4 بالاصح، يعني لو دوست الزرار ده خدوا بالكم الازاز بتاعي انا نزل، ولكن لو فضلت دايس
كل الازاز بتاع العربيه بيروح نازل على طول، وفي نفس الوقت لو رفعت هيرفع الازاز ده، وهستنى شويه وهيرفع لي الباقي. حلوه قوي، فكره حلوه، ويا ريت يعملوها في كل العربيات، لذيذه جدا. كفايه كده بقى نجرب. كنت هنسى اوريكم درج التابلو في العربيه، ده عاجبني جدا، بالذات الحته الكروم اللي هنا اللي هي الريترو جدا اللي زي البيتل الاصليه. وبصوا مساحه التخزين صغيره جدا، ولكن بصوا شكله برضو قفلته محكمه ازاي. دي بقى برضو معموله عشان تحاكي البيتل الاصليه. ومن تحت عندي درج تابلو بتاع في دبليو العادي اللي معمول له دامبنج حلو جدا. دي اخر حاجه يا جماعه بجد مش هزار، هنسوق دلوقتي. تعالوا نجرب النيو بيتل. طبعا بهزر، ما اسمهاش النيو بيتل، النيو بيتل هي اللي من 97 ل 2011، ودي كانت تحديث ليها وخلوها عدوانيه اكتر وعصريه اكتر، وما زالت محافظه بالريترو لاين، يعني كان جيل تاني من النيو بيتل ببساطه، فممكن برضو تقولوا عليها النيو بيتل الجيل التاني يعني ببساطه. والمصمم والتر دي سيلفا، وزي ما انتم شايفين على لوحه العدادات فالرقم الرئيسي اللي عندي فوق هو اللي بالميل، وتحت هو اللي بالكيلو، ورميه تشيك انجن، ده نتيجه البنزين بتاع مصر، ولكن ما فيهاش حاجه، حصل مس فاير مره وما حصلش حاجه، يعني مفيش قلق. على السرعه دي اللي هي 100 عزل الصوت فيها كويس جدا، باعتبار ان السوفت توب زي ما انتم عارفين او اي عربيات كونفرتبل حتى بالهارد توب دايما تلاقوا الصوت ايه، يبقى داخلك اكتر وانت بتبقى عارف، ولكن العربيه احساسها كوبي او كونفرتبل رياضيه. انا قاعد قريب قوي للارض، اوكي، والرؤية حلوة جدا بالمرايات، والإحساس بتاع الريترو، لا أنا واقع في غرام العربية الصراحة يعني. وباين وزنها طبعا كالعادة شوية، برضو ممكن أحطها في المود الرياضية. صاحب العربية بيقول إن الجير بوكس هنا 6 أوتوماتيك عادي مش دي إس جي، ممكن لأن كانت بتنزل باتنين، 6 أوتوماتيك عادي و6 دي إس جي، والتعليق بتاعها مالتي لينك، فكمان مريحة قوي العربية. هي جولف، جولف بس جولف فيها طابع حلو جدا، يعني مخصوصة مكان حلو انت قاعد فيه، حتى العدادات مختلفة ولذيذة وليها طابع كده ايه مختلف، بالظبط زي ال 500 الفيات 500 بس على اكبر، وكمان بتمثل تاريخ بتاع عربية رهيب. طبعا كانت تبقى رهيبة لو كانت رير ويل درايف، بتدفع العجل الخلفي، او اول ويل درايف، لكن طبعا انتوا عارفين جولف وفي دبليو شاطرين جدا في العربيات الفرونت ويل درايف، مفيش اشطر منهم، بيعملوهم هايل. بص في الملف عاملة ايه، والعربية واطية ومركز ثقلها كله كده ايه قريب من الارض مش بعيد، فالعربية فيها طابع رياضي جامد على فكرة. وفي منها تنزل بنسخة التانية اللي في مصر نازلة بالموتور ال 2000 سي سي عشان تبقوا عارفين، اللي هو بقى ايه بيولد شويه هورس باور لزاز، لكن الاكسبيرينس جميله جدا وعاجبني جدا المكان اللي انا قاعد فيه. فراملها كويسه زي اي عربيه طالعه من في دبليو، وجذابه طبعا، كانت عايزه انوار ال اي ديز والرنجات ال اي ديز، ولكن بصوا بقى بيها ايه في الملف زي اي جولف برضو، بس دي رياضيه اكتر، اوطى اكتر، وليها كده ستايل رياضي اكتر. طبعا واحد داخل غلط خالص عايز يقتلني. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه بالزمن، بصوا يا جماعه عمل ايه اهو، اديكوا شفتوا، اضطريت ازمر لان الراجل كان هيطيرنا، لانه كان ناوي يخش غلط او ما يشوفش ان في عربيه جنبه كالعاده. وكده احنا ماشيين على سرعه معقوله، مازال العزل كويس قوي، والتعليق بتاعها حلو جدا، العربيه راكزه بالبروفايل الواطي بتاعها بتاع الكاوتش، توجعش خالص، ثابته في الارض كلها حلوه كده، راكزه جدا في الارض العربيه، سوقتها حلوه قوي. والموتور ده احنا عارفين اداؤه حلو جدا، بيقولوا برضو من الحاجات بس انا مش متاكد منها، عشان كده بقول لكم ان الموتور ال 1400 ده مش بيولد 150 حصان و250 في ارقامه المعلنه اللي لقيتها في كذا حته، ان هو بيقولوا قرب ال 165 حصان، انا مش متاكد قوي، عشان كده هنفترض ان هو 150 حصان زي ما قلت لكم، لكن فيها اداء وسرعه وثبات وعزل الصوت كويس جدا بالنسبه لعربيه سوفت توب. اوكي عند ال 180 ضرب، بس ده طبيعي اي عربيه
هتلاقي برضو عزل الصوت عند ال 180 مبقاش كويس، بس ثابته جدا وقيادتها جميله. خساره ان هم بطلوا انتاجها بجد، وده كله راجع لبرضو اهتمام الشركات الكبيره انها تحط فلوسها في الاس يو فيز، واي عربيه ما تبيعش كويس يقول لك لا 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 فلوسك وجهها في الاس يو فيز، انتج لي 60,000 نوع من اس يو في. للاسف ده واقع، ولكن دي عربيه احياء جميل جدا للبيتل، واللي عنده بيتل قديمه هيبقى غيران شويه. الجير بوكس بالنسبه لي سريع جدا، ممكن يكون دي اس جي مش متاكد ومش عايز افتي، لكن العربيه في الملفات رهيبه، ثبات ثابته جدا جدا، وبلانتد في الارض دي الكلمه بتاعتها، وطبعا بالفراند فرنشل بتاع في دبليو هم شاطرين جدا فيه. انا خدتني الجلاله شويه في الملف، لكن هي محافظه على نفسها واطيه، اي نعم بالتاج شويه، لكن العربيه دي معموله كمان حلو جدا، مستفيده من شكلها وانخفاض مركز الثقه، عجبتني حتى القياده حلوه قوي. تعالوا نجرب التسارع ونشوف هيطلع ايه. 8 9 طيب تعالوا نعمل تجربه التسارع. مش قادر اقفل الاي اس بي ليه؟ عشان الاي اس بي من الشاشه، والشاشه فيها مشكله شويه في التاتش انترفيس بتاعها، فمش قادر اتعامل معاه واحنا عارفين. ولكن ندي لها برده بريك بوست. اوكي فرامل تحت، ماسكها برجلي الشمال، وندي لها شويه بنزين في المود اس. ايوه اوكي دي هتطول شويه. تسعة تمانية وستين، وزي ما شفتوا تجربة التسارع في 9 ثواني وشوية. لكن أنا ممكن أقول لكم إن أنا وقعت بغرامها بجد بجد، ما عنديش حاجة تانية أقولها لكم. واطية قوي، قريبة من الأرض، تقيلة شوية أوكي، وممكن اللي مش كونفرتبل تبقى أكيد أخف وأداءها أحسن شوية، وكنت أحب أجرب أكيد اللي فيها الموتور الـ 2000 سي سي أكيد يعني أكيد أكيد. ولكن هي تيك يعني زي ما بيقولوا مودرن تيك على ان اولد كلاسيك بتاعت في دبليو البيتل. عجباني جدا، عجباني ثباتها، وزي ما بيقولوا ايه الفان فاكتور عالي قوي في العربيه، انت طالع مبسوط وانت سايق العربيه، راكزه جدا على الارض، جولف اوكي ولكن ثابته على الارض لان مركز ثقلها اوطى اكيد، وكل عربيه طبعها رياضي جدا، والفان فاكتور عالي جدا، وغير ان الوانها كلها حلوه قوي يا جماعه. ما عنديش حاجه اقولها غير ان انا فعلا وقعت في غرامها. يعني انا في كتير عربيات بتجيلي على القناه بحبها، ولكن قليلين اللي بقع في غرامهم، دي واحده فيهم. باي 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 باي، ما تمشيش، خليكي معانا شويه بس كده، سلام.